من كثرة في بعض الأحيان نحس بأن لدينا كثرة الممثلين، ولكن في الحقيقة ليست لدينا كثرة من الممثلين. نحن نحتاج فعلا إلى مواهب جديدة، إلى ممثلين جدد، إلى طاقات شابة إلى آخره. ولكن هذه الطاقات الشابة، أنتم تعرفون لدينا المعهد الرسمي هو معهد في الرباط، المعهد العالي في المسرح والتمثيل الثقافي، الذي ينتج في غالبية الأحيان 18 أو 16 ممثل سنويا. ثم المعاهد، معاهد أخرى توجد في الدار البيضاء، معهد البلدي بالدار البيضاء، ومعاهد أخرى ربما التي تنتج قليل. ثم هناك مواهب متعددة التي لا يمكن أن نتواصل معها، لأنها في غالبية الأحيان ليست لديها أي اتصالات مباشرة. محور آخر يشكل نقطة مفصلية في عملية الإنتاج وجودة المنتوج، ويتعلق الأمر بالسيناريو وكتابته، فبه تبدأ الحكاية وتنتهي. في هذا المسلسل الإنتاجي، فما هي معيقات الإبداع في هذا الشق الرئيسي لكل عمل فني؟ السيناريست محمد نجدي يشرح لنا من وجهة نظره أهم الأسباب. ماشي كيتكلم عليه أزمة سيناريو، أزمة كتابة، أزمة كذا، ما كاينش أزمة كتابة في نظري أنا. كاين كتاب سيناريو من طنجة للقويرة، الحمد لله كاين واحد المجموعة ديال الكتاب، كاين المواهب، كاين العراق اللي كتكتب، اللي كتعترض الكاتب ديال السيناريو هو الهامش الحرية فاش غيكتب. يعني ملي كتتكلم على واحد الموضوع وكتبغي تعمق فيه وتبحث فيه، كتولي ديال الرقابة ذاتية بوحدك. غادي نكتب على المحامين، الطنود ديال نقابة المحامين، غادي نكتب على الأطباء، الطنود ديال نقابة الأطباء، غادي نكتب على المعلمين، الطنود ديال نقابة المعلمين. كتولي ديال رقابة ذاتية بوحدك. على من تكتب؟ تكتب على داك الناس مساكين اللي ما عندهم اللي ما مأطرهم لا نقابة ولا اللي دافع عليهم ولا حتى شي حاجة. يعني انت ما عندكش واحد الهامش، لأن أي قطاع كما بغى يكون نوعه إلا فيه الفاسد وفيه النزيه وفيه المزيان وفيه، وخصنا ننتقدوا جميع. نقولوا مثلا سيدكم مثلا يدوز في كلينيك أطيب باش كيديروا اللي ما عندهمش ضمير، ما عندهمش كذا، ما كنظنش يدوز. كدير مثلا المحامي اللي ماشي كيشري ويبيع في عباد الله وكذا وكذا، وكاين محامين اللي نزهاء ودافعوا على الناس مجانا كاع، ولكن راه كاين عاوتاني اللي فيه نقدروا نديروا واحد السلسله بحال هكا، نقدروا ما يمكنش تلقى واحد الاقبال ولا تلقى المشاكل، حتى لا تلقى المشاكل. اذن داك السيناريست كيمشي انا كنتكلم على التلفازه، يعني ما كنتكلمش على السينما ولا المسرح اللي كيبقى واحد الهامش الحريه كبر. يعني التلفازه كتولي غادي تخدم على شي مواضيع اللي ما تحاول تمس فيها حتى شي واحد. رغم الحركية التي يعرف الإنتاج التلفزيوني بخصوص الأعمال الدرامية والفكاهية ونجاح بعضها وفشل أخرى، تظل قضية السيناريو أحد مقومات النجاح والفشل. ولذات السبب يعتبر المختصون أن الخروج من الهواية إلى الاحتراف ضرورة ملحة. مشكلة نص، هذا مشكل مهم جدا، خصنا نفكروا في صيغة للبحث حول، يجب أن تكون هناك أكاديمية لبناء مؤسسة معينة تسمى مؤسسة لكتابة السيناريو أو لأفكار السيناريو أو الاشتغال بتقنيات حديثة حول ما يسمى السيناريو عامة. هذه ليست لعبة، السيناريو ليس لعبة، السيناريو هو أهم مصدر للإبداع. بمعنى أن السيناريو عندما يكتب بطريقة علمية وبطريقة إبداعية، فمعنى أنه العمل قد فزت بأكثر من 50% من العمل أولا، وهذا شيء ينقصنا الآن. ليست لدينا أي مؤسسة تعتني بالكتاب ولا تعتني بالسيناريو عامة، ويجب فعلا أن ننشئ هذه المؤسسة. كيف وأين ولماذا وهذه الأشياء كلها، هناك مسؤولون يتكفلون بهذا المهم. بعيدا عن الفاعلين والمساهمين في صناعة المنتوج التلفزي، وللتقرب أكثر من رأي المشاهد، التقينا بأحد العائلات بضواحي مدينة مارة لمعرفة وجهة نظرها فيما يجمعها حول شاشة التلفزيون وهي تعيش الطقوس الرمضانية، فكانت الإجابات متنوعة كل حسب رؤيته لما يعرض. ضروري ما خاصنا نضحكوا، دابا الناس إلا سولتيهم مشيتي عندهم قلت لهم شنو كاين، تيقول لك وعجبنا داك البرنامج تيضحك، يعني تيقلبوا على شي حاجه اللي تفاجئ على الانسان، لانه الانسان ولا ستريس وبزاف الحركات وبزاف الحوايج، تيبغي شويه يفاجئ شويه يضحك. الشعب كيبغي كل حاجه منا شويه، لانك لا بدا خصك تساير ما هو موجود،
لان ما يمكنش لك تحبس في مره الناس تعودوا على هاد البرامج كيضحكوا في رمضان وكيجلسوا وكيسهروا لان تيبقاو جالسين تال تدوزوا واحد الوقت من مور الفطور وتيتعودوا يضحكوا شي شويه ضروري كل حاجه منها ضروري لا بالضحك الضحك ضروري والمعقول ضروري وكل شيء ضروري ما يمكنش لك دير حاجه بوحدها. الجمهور المغربي على اختلاف مشاربه في حاجة إلى فرجة ذات نكهة محلية وطنية، وهذا ما تحاول الإنتاجات التلفزية الإجابة عنه. ففي العائلة الواحدة تختلف الأذواق والاهتمامات. كاين دابا هاد المسائل دابا في رمضان راه مزيان، كاين برامج اللي كيضحكوا كيديروا لا من الكاميرا الخفيه ولا يعني تمن الكاميرا الخفيه، ما بقاش هذيك الكاميرا الخفيه اللي كانت قديمه، يعني كيديروا شي حوايج اللي لان حتى داك اللي كيديروها اللي كاين من الممثلين تيتفاجئ بالصح تيصحى برا ماشي الكاميرا الخفيه. اذا ولات واحد الشيء متقدم، ما كانش بحال قدم كان داك الشيء عيان، ما كاين دابا شي حوايج اللي زوينين، كاين شي حوايج اللي تقدمت لا في كيفيه التصوير لا في كيفيه البرنامج لا في كيفيه الديكور لا هذا تزادت بزاف وتقوات الافلام المغربيه قوات بكري، ما كانش الافلام كانت طاغيه غير الافلام المصريه، دابا دخلتنا الهنديه فهمتي والتركيه غطاو شويه على الافلام المصريه. ايوا حتى حنا راه كيدابزو بحال هذه ألف ليله وليله، يعني عطات واحد المستوى عالي فهمتي، لا من قصه لا من ممثلين لا من ديكور لا من هذا، بديت كتبان في واحد المستوى بكري ما كان لا. هي دابا بالنسبه للبرامج الاخرى، برامج ديال الدوزيم ولا البروميير ولا هذه، هي خاصها تكون شويه قريبه للشعب، لهموم الشعب، طلع لهموم الشعب اكثر ما هو فرجوي، تكون هو شويه عنده هدف تيأدي واحد الوظيفه اللي يوصل واحد الحاجه للشعب، يعني يكون كلمات ديال هذا ماشي ديال السخريه. بعض الحوايج اللي كيبان لك انت كيداروا هي بحال هكا الضحك عند الدقون، هادشي اللي تيبان لي انا في جميع البرامج. بالنسبه للدوزيم هي اقرب، المهم كاين التنوع، هذا اللي في الدوزيم ماشي كنشكر واحد ولكن كاين التنوع. مائدة الإفطار لا تعترف بالأعمار، الكل يجتمع من أجل الاستئناس والصلة ولكل رأيه الخاص. في هذا الشهر الكريم كتجمع العائلة، كتجمعوا لأجل التواصل، والجميل في هذا الشهر هذا واللي الناس ما كيدوش فيه بزاف هو كاين التواصل بين الأجيال. هذا ولد أختي، أنا خالو، كاين جدو، كاين باه، كنتواصلوا، الأجيال كتواصل، هذا اللي فقدناه. الان كتشوف كل واحد ساد عليه في دارو وكل... لا حنا كشعب مغربي هادشي اللي خاصنا، راه السعاده في هالتواصل، راه ماشي هو اللي خصو ينعكس واقيلا في التلفزيون، هو اللي خصهم يبقاو يشوفوا فينا هما خصهم يتفرجوا فينا وتوصلوا هاد العائلات وكيفاش كنتواصلوا وكيفاش كنضحكوا بيناتنا، وراه التلفزه غير كنشعلوها غير باش حيت كاينه وصافي، راه شاعله وصافي. واش عيبي عيطتي؟ تعيط عليك اللي ما طلقك، لا عيط تقول لها راني مشغول. شكون اللي كيقول هذا؟ كبور الشعيبية في الكوبل. بعيدا عن المشاهدين والممثلين وقريبا من صلة الوصل بينهم منتجين ومخرجين، ولكل واحد منهم تعليلات حول جودة المنتوج التلفزي وأسباب تأرجحه بين الرديء والحسن والجيد، فسنوات من العمل في المجال قد تجعل المهنية تلمس بعضا من مكامن التعطل. الرؤية ديال الدولة ما واضحاش في العملية ديال الإنتاج، انت بغيتي جودة وبغيتي منتج عالمي وفي الوقت اللي ما كتدعموش دعم ضعيف جدا، ميزانيه ضعيفه. ندير لك مقارنه، مثلا المسلسل كتنتجو قناه عربيه كيتنتج على الاقل ب 30 مليار في 30 حلقه، بمعنى مليار الحلقه، في الوقت اللي عندنا حنا 30 حلقه ما كتفوش 8 مليون ديال الدرهم، الا ريغوغا الا طلع المليار. اذا كيفاش انت بغيتي سيناريو في واحد المستوى عالي، لان السيناريو كتخدم عليه على الاقل عام عام ونص، كاستينغ بالفعل يكون متميز، ديكور متميز، ملابس، واحد المخرج، حيت المخرجين كتجيب مخرج ديال المعركه، مخرج ديال تصميم الرقصات، واحد اذا بالنسبه لنا ميزانيه ضعيفه.
رغم تطور قطاع الإنتاج التلفزي سواء من خلال التلفزة أو شركات الإنتاج التي ساهمت بشكل جلي في القطاع، فالطريق لازال طويلا للوصول إلى منتوجات تلفزيونية ترقى إلى صناعة تتجاوز المحلية إلى أفاق أوسع. يستثمر حين تكون طلبات العروض وكيتقدموا الأعمال، أما يستثمر يقول أنا غندير تيلينوفيلا في 20 ولا 800 حلقة ولا 120 ونديرها على أساس إذا ما تسمعش في المغرب تسمع في لبنان ولا في تونس ولا في مصر، ما كاينينش هاد الناس غير موجودين، وما حد هاد الناس غير موجودين ما غاديش يمشوش بعيد، لأن الميزانية ديال القنوات على قد الحال. كنسمع هنا الصحافة المكتوبة 100 مليون الفيلم، راه ميزانية هزيلة جدا. ميزانية القناة الأولى ودوزيام اللي جمعتهم راه غير سوونا أربعة البرامج في كانال بليس باش ما نديرش الإشارة ولا يعني، والناس بصفة عامة وحتى الصحافيين هذا مؤسف عندهم علاقة سيكولوجية مع الفلوس غريبة. ما تقول مسلسل 350 مليون سيغيان 350 في إنتاج، راه كاين تما 20 ممثل و500 تقني واللي كيكتب، ولا راه كاين جمهور جيش صغير اللي كيخدم. هذا حتى عامل الاستثمار اللي ذكرته هو المال، ميزانيتنا على قد الحال على قد الحال، هذا هو الواقع. باغي دير منا شويه ثقافه ثقافه رياضه ايكولوجيا اقتصاد، برامج موجهه للمراه موجهه للشباب موجهه للاطفال، قريت دكتور التحملات دكتور التحملات راه زعما مسائل غريبه. كلما أثيرت المعيقات والإشكالات تنتصب أمام أعين القيمين على التلفزيون الموارد، فبدونها لن يتم إنتاج أي منتوج كيفما كان شكله أو مضمونه أو حتى جودته، مسألة يرى الكثير من المهنيين أنها حجر الزاوية في تقدم هذا القطاع. الإدارات ديال المالية ديال التلفزيون ما كتخبط الفلوس حتى شهر أفريل شهر مايو، هذه بكيت تعطي الفلوس للمنتجين باش ينتجوا، لهذا كتعمل واحد البرنامج اللي كيوافقها على حسب الامكانيات الماليه ديالها. الوغ اذا كان الدوله بغات في الحقيقه التلفزه للشعب الناس كلها طول العام، يمكن لها تعمل واحد البرنامج وتقسيم مالي اللي يمكن له يغطي العام كله ماشي غير رمضان ولا غير في شهر افريل وماي. لكن ان بروغرام دومبلوا يعني تفرق على السنه كلها، يمكن يكون عندنا برامج يمكن التلفزيون تعمل عقود مع المنتجين باش يكون برامج طول السنه وبرامج مسوبه على الخاطر وعلى القواعد ديالها. الصناعة التلفزيونية تتطلب الكثير من الجهد والمال، فعملية الإنتاج ليست بالسهولة التي تختزل المنتوج حين عرضه، فالتكلفة باهظة معنويا وماديا لا يمكن تقييمها دون المرور بتجربتها ومعرفة مآلات قطاع مقيد بإكراهات لا حصر لها. زعما للأسف يعني رؤية ما واضحاش، رؤية ما واضحاش. أنت القناة ديال القناة الثانية ما عندهاش دعم، بمعنى كتسنى رمضان باش السوق الاشهاريه، وكيفاش بغيتي تخلص المنتجين؟ المنتج كيدير عمل وكيبقى يتسنى 8 شهور، يعني حنا درنا عمل خلصتي لي تكنيسيان خلصتي، عندنا الكاستينغ فيه فواحد المستوى عالي، فاطمه خيم محمد خويي نعيمه مشوقي ياسين حجام عزيز الحطاب الشناوي فاطمه الزهراء العروسي واحد المونطاع الداسوكين، حنا خلصنا الناس كاملين وغتبقى تسنى 7 شهور 8 شهور. بمعنى الا قلتي للممثل تسنى تيخلصوني عاد نخلصك، راه ولا منتج معاك خصك تقاسم. اذا ومالغري هذه المعاناه كامله كتلقى اعمال جيده، اعمال اللي كتحقق نسب مشاهده عاليه بالمقارنه مع اعمال عربيه اللي تخصات لها ميزانيات كبيره بزاف. ارضي عليك حتى فهمتي. عامل الوقت حاسم في الإنتاج التلفزيوني منذ بدء العملية إلى جاهزيتها للعرض، وكل الأموال المرصودة لإنتاج ما قد تغدو بدون مردودية إذا ما تم الإخلال بحلقة من سلسلة الإنتاج، والمرجح عند ذوي الخبرات أن يتم العمل على مدار السنة للاستفادة أكثر. ديال الإنتاجات الرمضانية وخاصة التسجيل ديالها خصو يكون على سميتو على طول السنة، ما يكونش
باش تكون امكانيه ديال ان الناس يشتغلوا في خاطرهم ما تبقاش عليهم واحد امبرسيون. وان حتى بالنسبه للانتاجات بشكل عام انا كنظن بان سي فري بقى كاين انتاجات خاصه برمضان، ولكن خاص انتاجات على طول السنه الا بغينا نيس فريمون اننا نصالحوا المشاهد المغربي مع صورته، وانه يولي عنده واحد العين بغينا نقولوا ماشي بالضروري غير نقديه، ولكن عين اللي كتجاوب مع الصوره ديال ديالو. خاص تكون عندنا انتاجات على 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 طول السنه. هذه حكايه في صيغه الاشتغال على الاعمال التلفزيونيه لا تعطي اكلها حسب بعض المهنيين الذين يروا ان الجوده هي المعيار الوحيد للارتقاء بهذه الاعمال من خلال انتقاء الاحسن والاشتغال طيلة السنة بشراكة بين القنوات التلفزية وشركات الإنتاج دون إغفال أهمية تسويق المنتوج المغربي. ما نشوفوا شيء اللي غادي يعطينا أرخص، نشوفوا اللي عنده أجود ونشوفوا اللي عنده الإمكانيات الإبداعية، ماشي غير لأنه أرخص وفيها واحد النوع ديال الفكاهة شعبية اللي خصنا نخمو فيه. وهذا يعني يعني المنتجين أن هاد الانتاج يكون انتاج مشترك. انا شركه الانتاج يمكن نعطي الاسبقيه للقناه الاولى ولا الثانيه باش يبث هذاك البرنامج، ولكن تبقى لي واحد الحريه باش يمكن نبيعوا لقنوات اخرى عربيه او غربيه. هذا تفكير اللي جعلنا ان ما تبقاش القناه بوحدها هي اللي تتنتج، ومن تتنتج تمشي في واحد الطريقه انا قلت ديال الاشهار. يمكننا إلى حققنا هذا الإنتاج المشترك ما بين الشركات أو قنوات أخرى يجعلنا كأوروبا يكون هذاك المنتوج، وخصوصا إذا كان واحد رفع السومة ديال هذاك الاشتراء غادي يكون واحد انطلاقة أخرى بالنسبة للإنتاج. إذا كان المشاهد له مآخذ على بعض ما تقدمه القنوات التلفزية فهذه الأخيرة لها تبريراتها، حيث تعتبر أن عملية الإنتاج تتطلب جهدا ماديا ومعنويا، لذا فهي تدعو الجميع إلى دخول غمار الاستثمار في هذا المجال الثقافي الفني. قنوات دايرة بحال شي واحد كيطيب ما ياكل، ما كاينش شي واحد تيجيب له يعني. وهذه من المعوقات الكبيرة في المغرب. القطاع الخاص لا يستثمر، الشركات اللي كتنتج وكتبيع المغرب في واحد الخاصية، القطاع الخاص ما كيتعطاش لهذا الميدان بكل حرية وبكل انصهار في هذه العملية. القنوات هي اللي كتنتج، الشركات الحرة ما كتنتجش باش تنتج مادة وتجي تبيعها للدوزام والقناة الأولى والشرق والغرب، لا، الذي ينتج في المغرب هما القنوات. ما كتلقاش الشركة كتنتج ومن بعد تفكر تسوق، وهذه ظاهرة اللي خصنا نسألوا من رأس المال فيها. واش الإبداع والفن والثقافة إلا ما مربحاش؟ علاش حنا كنبتو طبعا بالنسبة للقناة الأولى اللجوء المقتنيات البرامجية قليل، ولكن علاش القنوات الأخرى كتدخل في هذه العملية؟ علاش شركات بدول أخرى تركيا؟ السر في تركيا القنوات التركية لا تنتج، تنتج قليل، شركات قوية كتنتج وكتعرض الإنتاجات ديالها. الجانب الاخر يمكن صاحب راس المال اللي بغى يستثمر يقول لك كاين قناتين ولا ثلاثه نقدر ننتج العام اللي يعجبو مش فين غادي نبيعو، ولكن في جميع الحالات غيجي نهار اللي الى ما وقع القطاع الخاص بدا ينتج راسه وغامر، لان الاستثمار فيه جزء من المغامره. التحولات الاجتماعية والاقتصادية جعلت المشاهد المغربي أكثر دقة في اختياراته الفرجوية، الشيء الذي يدفع بالمنتجين إلى البحث عن وسائل جديدة لتطوير منتوجاتهم، وهذا ما يوضحه لنا عبد الرحيم مجد منتج الكاميرا الخفية. أي برنامج اللي كيكون محدود في دقائق معدودة، ثلاث دقائق أربع دقائق خمس دقائق، أولا كيتسمى من البرامج المهضومة جدا عند المشاهدين. والكاميرا الخفية كيف شرحت أنها كتعكس واحد ردود فعل حية لواحد الفنان اللي كيتير، خصوصا إذا تضاف عليها واحد سيناريو من نوع معين. يعني مثلا واحد الوقت كنا كنشوفوا كاميرا خفية جوج الناس كيتكلموا كيضحك معاها بشكل بسيط وانتهت الحلقة،
الان بدا واحد نوع اخر من الكاميرا الخفيه، هي ندخلوا واحد سيناريو، صناعه السينما بدات كتدخل على الكاميرا الخفيه، ندخلوا سيناريو للكاميرا الخفيه، فبالتالي ولا داك المشاهد ما بقاش كيشوف غير